كنت في ملعب وهران وكنا نهضر، قلت لهم يعني هذا نفس مضمار ملعب العشب الطبيعي نفس كان انا ذاك انا كنت نتابع برنابيو. برنابيو كان مازال ما وضعوش العشب لانه بالملعب برنابيو خلاص غير هنا يعني من اشهر. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. شكون شكر العروسه؟ هاي همولاي. واحد الربع من الجزائريين جالسين وكيشكروا في الافتتاح اللي داروا، قال درنا اقوى افتتاح وافضل افتتاح في العالم واثبتنا وبرهنا وسكتنا كل المنتقدين. واحد مشى بعيد قال لك جبنا نفس العشب ونفس المضمار ديال سانتياغو برنابيو ودرناه في ملعب وهران. واحد اللي كملها قال لك بان جميع الصحفيين اللي جاوا ديال الوفود عجباتهم الماكله ديالنا وعجبهم الاستقبال وعجبهم. خرجت صحيفه كرواتيه قالت لهم بان جوج الملاكمين ديالها اصيبوا بتسمم، واحد فيهم ما قدرش يلعب وانسحب من المسابقه وتحرم من هذه المنافسات بسبب تسمم غذائي. وواحد خارج كيكذب على الشاب وكيقول لهم راه كلشي عجباته الماكله وكلشي فرحان حيت جا الجزائر. خليكم مع هذه الربعه، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. وما فيش اسهل تحب تتعلم الرياضه روح للمستوى العالي، يعني كي تشوف مقابله في المستوى العالي تهيئ لك باللي يعني الرياضه سهله، لانه خاصه اللي يلعبوا الاحترافيه. كان نرجع للنقطه مهمه اللي اشرت لها، هذه ال 500 درون اللي 500 درون اليوم راح تكون يعني نكهه خاصه، لانه هذه ال 500 درون راح يرسموا العالم الجزائري في سماء الجزائري وما ادراك ما العالم الجزائري اليوم. والله يعني شوف نتكلم يعني بطاطو كامل يعني كيتشوف صراحه. علاش؟ لانه هذا العالم هذا انت تخيل التضحيات اللي ضحينا عليها، اكثر من مليون ونص مليون شهيد، ملايين، اكثر من 3 ملايين شهيد، يعني ملي دخل الاستعمار وحنا نضحوا كل التضحيات، يعني حتى شهداء الواجب، شهداء العشريه، كل من ضحى من اجل هذه البلاد. نقول لك اليوم انا هذا العالم اللي راح يتزين في السماء ب 500 درون راح يكون نقدر نقول لك راح يفرح يعني كل من ضحى ودائما يقعد المجد كل شيء. وحتى جاء سي مراد من خلال زياره وليد قزوت الى المركز الدولي للصحافه، الصحفيين الاجانب اكدوا لوليد في تصريحات قالوا لهم ان الجزائر لما جئنا وشاهدنا باعيننا المنشات نؤكد ان الجزائر قادره على احتضان اي منافسه دوليه. وهو ما اكده عندما كنت وزير، قلت انه الجزائر بامكانها احتضان اي منافسه، لدينا منشآت لكن فقط هناك منشآت يتم اعاده تهيئتها ومنشآت لابد من الاسراع في انجازها. هذاك الوقت يعني تلقيت بعض الانتقادات. شوف انا ناكد لكم على حاجه تكلم عليها اخي رؤوف وتكلمت عليها انت نسيم، هو تكلم على الجزائر كبلد وتكلم على المدينه. المدينه اليوم هذا المشاركين اللي جاوا من مختلف البلدان اليوم راحين يعرفوا الحقيقه. الحقيقة هي حقيقة وهران، مدينة وهران سياحية ثقافية 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 ثقافية، يعني فيها كل الصفات اللي تخلي تؤدي بها إلى النجاح. هذه من جهة. من جهة أخرى نرجع لك فيما يخص الصحافة، تكلمت على ما تعرف أنت أنه تلفزيون جزائري العمومية وكذلك مركز دولي للصحافه سي بي لو سونتر انترناسيونال دو لا بريس انترناسيونال، هادو الزوج عندهم تجربه كبيره في الميدان تاع تغطيه الاحداث هذه الدوليه الكبرى، وبالتالي ما كانش خوف. اليوم الجزائر او التلفزيون الجزائري راح يغطي هذا الحدث ب 183 ساعه فهمتني التغطية. نفس الشيء بالنسبة للمركز الدولي الصحفي اللي تكلمنا عليه، وفي المساء إن شاء الله راح نشوفوا الصور وهذا المشاركين اللي راح يتكلموا بالإيجاب يعني فيما يخص الأداء المهام تاعهم. فاليوم احنا من هذه الناحية ما كاين حتى مشكلة نسيم. وهذا مش عارف شحال معظم الصحفيين خاصة الأجانب قالوا بأننا وجدنا كل ظروف مؤيدة. سي رؤوف، عشنا مباشرة وصول موكب الرئاسي سيد عبد المجيد تبون وامير دولة قطر، وهاو العامل الاعلامي شفت كيفاش هاو يعني الصحفيين الاعلاميين الشباب اللي راك تشوف فيهم يعني في قناة الحياة وفي كل يعني القنوات في كل المؤسسات الاعلامية يعني يخبرونا ويعطيونا يعني معلومات خاصة بالحضور حتى المشاهد الكريم يعرف كل كبيرة وصغيرة. لا هي حقيقة يعني تحية خاصة الاعلاميين الشباب اللي هنا غزاوة نتابع غزاوة تقدر تقول هذه الالعاب كانوا يقولوا غير حنايا ها
كنتم اخويا لحقتوا واش راه متواجدين ماشي غير في الكواليس مش علمك وطاجيني ماشي بخلعينا بالنصر لكن الحمد لله الحمد لله يعني تشوف خاصه اني اليوم في الالعاب انا الشيء اللي نحسهم عند الاعلاميين لانه كثير منهم اصدقاء راهم يغطوا بكل فخر نعم واعتزاز انا فرحانين بالشيء هذا الايجابي لانه شوف اليوم اليوم انا نحب اليوم كنا نريد كل ما هو ايجابي ان شاء الله اليوم اليوم انا نحب نخليها فرحه اليوم حفله لازم تقعد نقعدوا في ثوب تاع الفرحه لانه من الحق نحن كجزائريين انه نفرح لكن نفتح القوس نعاود نغلق لانه المشككين اللي كانوا مشكين في قدرات الجزائر نقدر نقول لك اثروا كثير على بعض من الشبان لكن اليوم الحق احنا كما نقول لك بالعاميه يعني كي تشوف العين يعني تترك سؤال اليوم نقدر نقول لك اليوم راح يكون يعني اكبر جواب لكل هذه المشككين اللي يشكوا يعني بقدرات الجزائر الجزائر عندما تريد تستطيع وبكل سهوله والشيء الجميل جدا سي برناوي هو التنظيم المحكم اللي شاهدوه في الملعب اليوم خاصه انه لما البعض كما قلتم يريدون دائما يعني يعطيوا صوره سلبيه عن المناصر الجزائري عن الجمهور بانه فوضوي بانه مشاغب الان لما يتم توفير تذكره الكترونيه المناصر يدخل يعني يضع التذكره ويعني يتم تفتيشه بطريقه عاديه يدخل الملعب يجد كل ظروف الراحه واللي هي موجوده هي في هذا الملعب شوف الاجواء جميله جدا هي شوف العائلات كبار صغار امر مفرح شيء هي شوف الاخ نازم انا اليوم انا قلت لك نحب نخلوها فرحه لكن بعد الا تعطينا الوقت نتكلم على المناصرين الشيء اللي راه يسرى في ملاعب كره القدم هي حرب احياء اللي راهي برا تدخل المدرجات علاش لانه بثمن رمزي التذكره هي تقدر تقول 300 دينار اقل من 2 يورو هذا الشيء رمزي الشيء اللي راهو يسرى برا ويدخل الداخل لكن لما يكون يعني الحادث اليوم راهو الجمهور الجزائري اللي راهو حاضر في المدرج الجمهور الجزائري المثقف الجمهور الجزائري اللي عنده ثقافه خاص اكثر من ثقافه عنده تاريخ واللي عنده تاريخ يكون عنده حاضر وحنا اليوم احنا بقوتنا وحضارتنا وبثقافتنا وبعمقنا كنا رانا متواجدين انا قلت عندي اصدقائي كثار البارح كنت فيه وراهم يكلموني محاضرين والله كلهم منبهرين والشيء احنا اللي الحمد لله انه في ملف الجزائر عندما وضع انه كان عندنا عهد في اتجاه يعني هذه الهيئه المنظمه الالعاب البحر المتوسط اللي نقولوها صراحه اللي كانت يعني فقدت من البريق تاعها في السنوات اللي فاتت يعني كي نشوف نقارن انا نفضل انه لو كان يعني الاخ المخرج انه يخرج لنا يعني الصور تاع طراغونه وشوف الافتتاح قارن الملعب وقارن يعني الملعب قارن طراغونه قارن بوهران في طراغونه ما كانش قريه ميديترانيه في 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 وهران فيه لانه تشوف يعني فيه يعني قوه كنا مدينا عهد لاعاده بريق هذه الألعاب والحمد لله أن الجزائر استطاعت بإعادة بعث بريق هذه الألعاب واليوم نشوف يعني بكيفية ورائعة جدا حفل افتتاح قنوة تركية روسية مصرية شوف حفل افتتاح كبيرة جدا ستغطي هذا الحدث حفل افتتاح يعني أقول لك من طراز العالي والعالي جدا منشآت من طراز العالي والعالي جدا أنا كتقني أنا نحب نتكلم أنا كمرة كان عندي تصريح كنت في ملعب بوهران وكنا عندنا قلت لهم يعني هذا نفس مدمار ملعب العشب الطبيعي نفس كان انا ذاك انا كنت نتابع برنابيو كان مازال ما وضعوش العشب لانه بالملعب برنابيو خلاص غير هنا يعني من اشهر هم حطوا ابريد من نوع ناتورال جراس نفس ملعب وهران يعني نفس ملعب العشب اللي راح يكون ايضا في برقي واللي موجود من قبل يعني ما في 5 جويليه من 2016 هذا يشوف باللي يعني عندنا مكتسبات وعندنا يعني نقدر نقول لك من الامكانيات الهائله جدا الحق الوقت ان نكونوا نخمو كلنا كرياضيين انا نعرف شي اللي في الرياضه انه قبل يعني ما تروح يعني تفوز لازم تامن بالفوز من بعد الايمان لازم يكون العامل احنا كجزائريين كنا اليوم لازم نامن بالقدرات تاع هذا الوطن الحبيب اللي عنده من القدرات ومن بعد الايمان هيا نلحق الوقت وننطلق في العمل كل في مجاله الرياضي يدرب والاعلامي ينقل المعلومه ويكون هذاك الانتقاد البناء وليس الهدام والسياسي يعني يدعم الرياضي وتكون عندنا مؤسسات وتكون عندنا البنيه اللي ننطلق بهذا البلد الحبيب ونحطه في المكانة تاعو اللي هي مع كبار هذه المعمورة. كان دور فيديو ديال اليوم خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات باش مخرج عليا بالرأي ديالكم الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.